الشورى طبعا سمعنا قبل ما توصل الأسماء، سمعنا أنه حيكون العام القادم في إعلان الملك عبد الله الله يرحمه أنه المرأة حتكون جزء من الشورى. مواصفات مين يدخل ومين ما يدخل، ما يعني أبدا ما أنا ما فكرت فيها، وأعتقد أنه كثيرين ما كنا نعرف، الصورة غير واضحة. لكن تلقيت من الديوان مكالمة أنه تم اختيارك عضوة في مجلس الشورى. التفاعل الطبيعي طبعا كان أكيد شيء يعني فخورين فيه، خاصة أنه أول نساء يدخلون الشورى. طبعا كل شخص بلغوه يعني على حدة، فما أعرف مين تم اختياره في المجلس، لكن حقيقي كان شعور فخر. بس أنا بالنسبة لي كان ممزوج بشيء من القلق، يعني لأنه أنا كنت في عز انضمامي للمجمع الدولي للسرطان، وما كان عندي نية أتوقف عن هذا المشروع لأنه كان يعني لي الكثير على المستوى الوطني. فأتذكر أنه كان جوابي يعني أشكركم على الثقة الغالية، لكن ما أقدر أترك شغلي، يعني خاصة هذا المشروع. فكان الإجابة أنه تستطيعين عمل اثنين، والحقيقة كان صعب التوفيق يعني بين الشورى والعمل. صعب علي أنا كشخص، لأنه أضطر أطلع من جلسات الشورى وملفات الشورى وتفصل تماماً وترجع للعلم من جديد، رغم أني ما كنت أرتبط كثير يعني في السفر ومو كثير داخلة في اللجنات البرلمانية. لكن أكون صادقة معك، بداية كانت رائعة، وكنت أنا أعتبرها فاتحة خير على المرأة السعودية. قبل نهاية الدورة يمكن في السنة الثالثة بدأت يعني كنت أقول أكون في المكان اللي أقدر أضيف فيه تغيير أو أعمل فيه تغيير حقيقي، أنا ضميراً مرتاحة عنه أكثر من الشورى. ولعلها يمكن هذه أول مرة، لكن حقيقي يعني طلبت إعفاء في السنة الثالثة، لأنه حسيت ود سقف توقعاتي من نفسي، الأشياء اللي أنا أقدر أقدمها أكثر من الموجود. طبعا رفض الإعفاء في السنة الثالثة، وأتفهم يعني الرفض، وأنهيت الدورة. تجربة يعني دائما زي ما أقول للمرضى وأقول للناس، إنه الإنسان ينظر حتى في التجارب الجوانب اللي استفاد منها.